تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمسرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الليل تنسى. أنا للطريق هناك من سبقت خطاه خطاي، من أملى رؤاه على رؤاي، هناك من نثر الكلام على سجيته ليدخل في الحكاية، أو يضيء لمن سيأتي بعده أثراً غنائياً وحدسا. تنسى كأنك لم تكن شخصاً ولا نصا، وتنسى. أمشي على هدي البصيرة، ربما أعطي الحكاية سيرة شخصية، فالمفردات تسوسني وأسوسها، أنا شكلها وهي التجلي الحر، لكن قيل ما سأقول. يسبقني غد ماض، أنا ملك الصدى، لا عرش لي إلا الهوامش، والطريق هو الطريقة. ربما نسي الأوائل وصف شيء ما أحرك فيه ذاكرة وحسا. تنسى كأنك لم تكن خبرا ولا أثرا، وتنسى. أنا للطريق هناك من تمشي خطاه على خطاي، من سيتبعني إلى رؤياي، من سيقول شعرا في مديح حدائق المنفى أمام البيت، حرا من عبادة أمس، حرا من كناياتي ومن لغتي، فأشهد أنني حي وحر حين أنسى. Помню чудные мгновения передо мной и вылезты, как мимолетные видения, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты, звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, вот порыв мятежный, просеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке затащения, тянулись стихотни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Души настало пробуждение, и вот опять явились ты, как мимолетные видения, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскрыли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Спасибо большое. يقال أن الكبر يأتي ببطء شديد، لكنهم كاذبون، فقد كانت طفلة بالأمس فقط، وها هي لم تعد. يقول البعض أنها نضجت، سمنت، أينعت، ويطالبون بحقهم في قطف ثمرتها، لكنها ما تزال طفلة. كانت تلهو يوم أمس في الزقاق، لأنها طفلة. كانت تذهب كل يوم للمدرسة وتشتري غزل البنات لدى البائع المتجول السمين بباب المدرسة، لأنها طفلة. لكنهم يقولون أنها لم تعد كذلك. والغريب هنا أن كل من فقدت في أعينهم سمات الطفولة تصبح مفخخة على حين غرة، يفخخونها بأعينهم ثم يصدقون أوهامهم فيخشونها.
لأنها مفخخة وقد تنفجر في أي لحظة، وتطلق رجليها للرياح كل مساء عند مغادرة المدرسة بلا مبالاة لتلحق برسومها المتحرك المفضل الحزين. لكن دائما كان هنالك من يبالي بركضها ويراقب حركاتها العفوية البريئة، من يروج هنا وهناك بأنها لم تعد طفلة، أنها باتت تملك أرداف امرأة بالغة. كانوا يخشون أن تنتفخ أردافها أكثر فأكثر فتنفجر. كانوا يعتقدون أنها تخفي في صدرها قنبلتين نوويتين تنوي تدمير العالم بهما لأنها باتت مفخخة. آخر يقول أن الفتيان في المدرسة سيشعلون فتيلها وستنفجر دون سابق إنذار، فيجيبه الآخر أن حجرات الدرس مرتفعة الحرارة وقد تتسبب في اشتعالها هناك، فيزهر فيهم الثالث مفسرا أن أشعة الشمس قوية هذه الأيام وقد تذيب حزامها الناسف فتنفجر في زقاق ضيق ما لأنها مفخخة. يقولون أن البيت الضليل هو مستقرها الأبدي، يقولون أن البيت الضليل هو مستقرها الأبدي كي لا يشعل فتيلها أحد ولا يفجرها ضوء النهار الصاخب لأنها كانت مفخخة. لكنها ما تزال طفلة رغم ما يقال، فتجلس لجانب أمها على الحصير حين تفتت قالب السكر كي تلتقط الأجزاء المتطايرة الحلوة. يزمجر أحدهم بصوته الخشن، أنا سأخلصها من الخطر، لن ندعها حتى تنفجر فيفوت الأوان. فيجيب الآخر بلغة فصيحة تبدو شبيهة باقتباس ديني مرتبك، فيكبرون ويكبرون الله أكبر الله أكبر، ثم يبشرون أنفسهم بالجنة لأنهم ينقذون المفخخات من انفجارهن المحتم. حين امتنع عنها النوم فانسلت تحت فراش جدتها لتحكي لها قصة الغول، كانت ما تزال طفلة. حكت لها الجدة قصة الغول فنامت وحلمت بالغول، واستيقظت لتجد الغول في بيتهم جاء ليخطف طفولتها. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من فقرتكم الأسبوعية في رحاب القراءة، في رحاب القراءة برنامجكم والذي نعرف فيه بالقصص والروايات وأساطير كادت تندثر. واليوم سنأخذكم لعالم التاريخ العميق الذي لولا كتب وصلتنا لما عرفناه أبدا. يعرف التاريخ بأنه دراسة الماضي البشري وما مر عبر الزمان من مواقف وأحداث، فالتاريخ يتحرك ويستمر عن طريق الأحداث التي تخلفها الشعوب. فالأحداث التاريخية متنوعة بتنوع كتبه، وتاريخ بلادنا المغرب كثير ومتعدد ولا يقل أهمية عن ما يملكه العالم من تاريخ عظيم سطر بدماء الذين ضحوا في سبيل الإنسانية. لهذا اخترنا لكم في أمسية اليوم كتابا تاريخيا يتحدث عن عبق التاريخ وأحداث كتبت بدماء شهداء مرحلة عرفت بالمرحلة الاستعمارية، أناس جعلوا المستعمر يعترف بمقاومتهم الشرسة والشديدة للظلم والاستبداد. في زمان وقعت فيه معظم الثغور المغربية في يد المستعمر الفرنسي، ظلت أخرى تصارع للذود عن أراضيها. في زمان كان يشهد فيه معظم بقاع العالم الاستعمار، هم الذين أذاقوا الفرنسيين أشد أنواع الخسائر رغم بساطة الأسلحة المستعملة، حتى أنهم خاضوا معركة حامية وصل غبارها إلى كل أرجاء أوروبا. لم تسقط أرضهم إلا بعد سنين مديدة وطويلة، ولم يخضعوا للاستعمار وتوقيع معاهدة الحماية إلا بعد أن وافق المستعمر على شروطهم، وجعل القبطان سيبلمان جورج يكتب كتابا حولهم. فمن هم يا ترى؟ ومن أين ينحذرون؟ وإلى كم من فرع ينقسمون؟ لتعرفوا من يكونوا تابعوا معنا. يعد كتاب أيت عطا وتهدئة أفلندرا من بين الكتب التاريخية التي كتبت في الفترة الاستعمارية،
والذي يتحدث فيه الكاتب جورج سيبلمان عن قبائل آيت عطان المتواجدين بالجنوب الشرقي المغربي. وكان سيبلمان يشتغل ليلا ونهارا، وذلك بجمع المعلومات حول آيت عطان، وتم إخراج هذا الكتاب إلى الوجود سنة 1936 بالرباط، ليعمل الأستاذ محمد بوكبوت على ترجمته في طبعتين، الأولى لسنة 2008 والثانية لسنة 2011، حيث قدم هذا الكتاب معلومات فريدة حول آيت عطان. قسم سيبلمان الكتاب إلى 5 أقسام، القسم الأول يتناول فيه البعد الجغرافي، والقسم الثاني يبين من خلاله المميزات الاجتماعية والتنظيم السياسي لآيت عطان، أما القسم الثالث بعنوان خصائص مختلف قبائل آيت عطان. القسم الرابع يبين من خلاله القطان مرحلة تهدئة وادي درعا وبلاد آيت عطان. القسم الخامس والأخير الذي يبين فيه التنظيم السياسي والإداري لآيت عطان بعد إخضاعهم. يخبرنا الكاتب بتاريخ هذا التنظيم القبلي الذي جعل فرنسا تقبل شروطه بعد معركة بوكافر الشهيرة. يعود أصل آيت عطان إلى دد عطان جدهم الكبير، كما يبين مجال تواجدهم الجغرافي الذي يمتد من شرق الأطلس الكبير والأطلس الصغير إلى غاية درعا بزبورة. يسير بنا سيبلمان في الكتاب ويبين لنا المراحل التي قضتها السلطات الاستعمارية الفرنسية لتهدئة بلاد وادي درعا وبلاد آيت عطان عموما، فقد كانوا ندا حقيقيا للفرنسيين، الشيء الذي جعلها تجد صعوبة في دخول الجنوب الشرقي، فلم تخضع هذه المناطق إلا بعد حروب ضارية ومعارك وصل صيتها إلى كل أرجاء أوروبا، وأشهرها معركة بوكافر التي تكبد فيها الفرنسيين خسائر كبيرة. فهذه الثغور لم تخضع للاستعمار إلا بعد سنين طويلة من الحرب والمقاومة الشرسة، كما يصورها سيبلمان في الكتاب. هذا الكتاب من الكتب العظيمة التي أخبرتنا بتاريخ مناطق لم نكن لنعرفها لولاها، وما كنا لنعرف بطولة أناس ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل استقلال بلادهم. مستمعنا الكرام، وهكذا تكون حلقتنا وصلت إلى نهايتها. إلى اللقاء للحلقة المقبلة إن شاء الله، ولا تنسوا أن القراءة كنز لا يفنى والتاريخ كنز لا يبلى. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
Estoy aquí en pleno confinamiento dibujando. Aquí estoy en pleno confinamiento cocinando. En pleno confinamiento, aquí estoy cantando. Sola, sola con mi pena, sola triste, sola, sola con mi pena sola. ¿Y si se habla hoy de una vida postepidémica? Es porque el coronavirus constituye un punto de inflexión en la historia humana. También este periodo duro representa para nosotros una oportunidad para la evaluación y la revisión de nuestro comportamiento. لكي تكتب قصيدة واحدة عليك أن ترى الحرف فراشة، أن تبصر القريد وكأنه حقل بنفسج، أن تزرع بياض الورق أشجارا لا حصر لها، وتضع أحزانك على هامش منسي. لكي تكتب قصيدة واحدة كن أحمقا حتى آخر الكلمة، وانفض عنك ما تبقى من كبر حتى يرتديك التواضع. El coronavirus me enseñó que una enfermera es más indispensable que un futbolista. Que un hospital es más urgente que un café público. Que la vida es primero y las otras cosas son accesorios. Me hizo aprender la paciencia y ver todo con una actitud optimista y positiva. Me enseñó también valorar la ciencia por encima de la economía. La pandemia me enseñó a querer más a los ancianos. Me dio un tiempo para reflexión a solas y valorar la vida. Si todo sale bien, tenemos que cambiarnos para siempre. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. نحن طلبة جامعة الحسن الثاني كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية وأيضا أعضاء نادي الصحة والتغذية. يسرنا ويشرفنا أن نشارك معكم هذا الفيديو التحسيسي حول وباء كورونا أو ما يطلق عليه بسارس كوفيد 19. هذا الوباء الذي اجتاح العالم وأثر عليه صحيا واجتماعيا واقتصاديا. في هذا الفيديو سنشارك معكم كيف تعايشنا مع الوضع وبعض الأنشطة اليومية لطلبة خلال الحجر الصحي، وأيضا سوف نقدم لكم بعض النصائح والتوجيهات التي ستفيدكم إن شاء الله. فيروس كورونا المستجد أو ما يسمى بكوفيد 19 وأحد الفيروسات التي قد تصيب الإنسان في هذه الفترة، فهو يعد على شكل التهاب رئوي يصيب الجهاز التنفسي عبر مجموعة من الأعراض كارتفاع درجة حرارة الجسم والزكام الحاد، مما يؤدي إلى مرض معدي من شخص مصاب إلى شخص سليم عبر المصافحة أو عبر التجمعات أو عبر الرداد. ظهر هذا الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في دجنبر سنة 2020، وبعدها تحول إلى جائحة اجتاحت جميع دول العالم بأسره، بحيث يقدر عدد سكان العالم ب 7.75 مليار نسمة. وبعد تفشي هذا الفيروس القاتل قتل على إثره
أزيد من 397,388 شخصا، بحيث سجلت أول حالة إصابة ببلادنا في مارس سنة 2020، وهذا ما يراهن على خطورة الوضع بالبلد، مما دفع بالسلطات المغربية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والقرارات للحد من انتشار وتفشي هذا الفيروس عبر غلق جميع المدارس والمؤسسات الجامعية والمعاهد وكذا الأسواق والمقاهي والمساجد، ثم فرض الحجر الصحي والخروج إلا في حالة الضرورة القصوى مع احترام مسافة الأمان بين شخص وشخص آخر، ثم الالتزام بقواعد النظافة الصحية والوقائية، وهذا ما يفسر تضافر جهود الدولة المبذولة تجاه المواطنين، كذلك عبر إنجاز كمامات في وقت وجيز لحماية المواطنين. لذلك يجب على جميع المواطنين الالتزام بقواعد السلامة الصحية والوقائية وكذلك النظافة من أجل سلامتكم ومن أجل سلامة أهلكم وكذلك سلامة وطنكم. السلام عليكم، عبد الرحمن الرشيد، طالب السنة الثانية ماستر كلية الأدب والعلوم الإنسانية بالمحمدية. أنا أتكلم لكم عن التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا. كما تعرفوا أن العالم عرف تحولات كبيرة بسبب إجراء الحجر الصحي على جميع القطاعات. قطاع التعليم خرج على هذا القطاع، وكان لازم على جامعة الحسن الثاني تخارج ضمن مجهودات الدولة لمحاربة الفيروس. بالفعل الجامعة غلقت أبوابها، لكن ما غلقتش أبواب التعلم من خلال تقنيات التعلم عن بعد وتوفير الموارد الرقمية اللازمة، وذلك عبر موقع الكلية، وذلك منذ إعلان الحجر الصحي. هذه الفترة الاستثنائية بينات لنا أن التعلم مكيرتبطش بالثمن ولا بالمكان. التعلم عن بعد هو تحسيس القدرة على التعلم الذاتي وانفتاح على المحيط الخارجي وتعلم البرمجيات واكتساب معارف جديدة. نصيحتي للطلبة المقبلين الامتحانات في شهر شتنبر من هذه السنة انهم يواكبوا عملية التعلم وقدروا الوقت الكافي ديالهم في استعداد الامتحانات. الامتحانات ما غتخرجش على اطار عادي. الحجر الصحي لعب دورا أساسيا ومحوريا في محاصرة فيروس كورونا، وكذا إنقاذ مجموعة من الأرواح ليس فقط في المغرب بل في العالم، وهو القلب النابض لجل الإجراءات التي أتت بها حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها بلادنا في يوم 24 مارس من هذه السنة. في الأيام المقبلة سوف ندخل مرحلة الرفع التدريجي للحجر الصحي حسب حالة مؤشر انتشار هذا الفيروس. هذا المؤشر هو الذي دفع الحكومة على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية مرتين. على العموم ما يجب علينا جميعا أن نعرفه هو أنها مرحلة حاسمة ومصيرية. علينا جميعا أن نتعايش مع هذا الفيروس لتخفيف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن جل الأبحاث العلمية التي أجريت إلى حدود ساعة لم تستطع أن تصل إلى خلق جسم مضاد لهذا الفيروس القاتل. إذن ريتما يتم إيجاد هذا اللقاح إن شاء الله، يجب علينا الالتزام بقواعد السلامة الصحية المتمثلة أساسا في المداومة على غسل اليدين جيدا، وكذا احترام مسافة التباعد من متر إلى متر ونص، واستخدام المنديل بعد العطس أو السعال ثم رميه في سلة المهملات المغلقة، وكذا أخذ المعقمات عند كل استعمال سواء داخل أو خارج المنزل، وكذا تجنب أكثر المصافحة المباشرة مع الأشخاص، وخلق قناعة ذاتية بمبدأ العيش السليم لنفسي وللأشخاص الآخرين. كل هذه الإجراءات وكل هذه الالتزامات بهدف واحد، وهو أن نجعل وطننا هو المنتصر في هذه المعركة ضد هذا الفيروس الخبيث القاتل إن شاء الله في المرحلة المقبلة.
في داركم. ملي كدوز شهرين وانت في الحبس الصحي، وملي كيزيدوك 3 سيمانات فاض معنو إنا يا مويور أدو دار غوري للا فاض معنو أدا ما سيغتينو هاد شمال كامتينو لاني تسنين تاون لاني تسنين تاون داس براد نطيت الدايد الدور كي هانوني نوام الصعن وريغي يرصان وريغي يرصان تشي دي خفنا مشيان يداوينا يحلان هادي نتدود ليان حاول ذات نغيدي حاول ذات عميدي حاول ذات نغيدي Just